في مسابقات الكأس. هذه أمامنا بنتابع الكرة المسددة من البرازيل. أمامنا هو ميرفي، ميرفي عايز يعدي على الأرضية، لكن أمامنا على طول كابير. الهجوم بس بحوالي 110 مليون باوند. أوعى ديفيد لويز، لا ديفيد لويز أمامنا لعب في بنفيكا وتشيلسي، ولعب أيضا في بي إس جي وعاد لتشيلسي، وهذه التسديدة الخطيرة لكن تفقد ولا تزيد على المرمى حتى الآن. الآدي أول كرة لكن في الفريق بي الفريق الثاني. كرة ملعوبة على طول من كندي، كرة الأرضية والرأسية والمتابعة والأهداف في الدوري. أدي أمامنا هنا هل نادي تشيلسي يغير الصورة؟ شوف هنا اللاعب كندي عمل عرضية وتغطية ممتازة الحقيقة من كريستوفر. 15 و67 و94 و2002 و2003 لمة حلوة قوي، ولما هنا تيم كلوزا سويسري ورجع كرة حلوة درينك ووتر. درينك ووتر ده درينك ووتر لاعب المان يونايتد واللي أعير إلى هدرسفيلد وكارديف وواتفورد، وأيضا انتقل إلى ليستر سيتي وكان واحد من عناصر المهمة جدا الحقيقة في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي. عادي زيمرمان يلعبها على طول، أدي التدخل داخل منطقة الجزاء خطيرة من جانب اللاعب وكسر رابطة على أمل إحراز لقب بعد لقب الموسم الماضي. وكافير وعامل كاس لكن بألوان البلوز بألوان تشيلسي في كرة ثابتة. أدي ديفيد لويز يضعها إلى خارج الملعب. واحدة من الميزات اللي عنده الحقيقة هو يعني رؤية أحيانا يلعب في وسط الملعب كلاعب ارتكاز. أدي ديفيد لويز.